مرحبا بيك عاش اختي ربي يفضحك يا رحمة. تعرف عليك نجم الدين من منطقة بالسوق هنا. واحنا في رمضان تو تتفرج في دراما تونسية؟ والله ما عندنا حاجه نتفرجوا فيه خاصه كسي سامي الفهري وما نعرفش هو صحيح يعني احنا غلطين ولينا خايفين على اولادنا. انا ولدي كيبدا مسلسل يدخل بعض يجري حل التلفزه انا خاف ما نعرفش انا يا انا نخليه يتفرج ولا انا غلط كامل ولا هو صحيح. ما ماني داخل بعضي والشيء اللي وريو فيه انا مريتوش. حتى كنا عندنا مكتب في ناجي الباشا ما كانش عندنا الروايق هذا لا عندنا هلا الروايق هالشيء اللي كثر في تونس والله العظيم شيء اسف شيء حزين. واحد كي يروح يلقى ولده قاعد في الدار ولا فرحه شيء في المكاتب والشيء الغباب والهم ما كانش عندنا هذا اختي العزيز. حتى كي كان عندنا حكايه فارغه باش نستروا ونخافوا من والدينا انا ولدي بابا كي نغزل له حاشيك في عينيه اقسم بالله حاشيك نبول على روحي سامحني بالكلمه نخافوا نحن كنا جيل هذا ما فهمتوش يا اخوي لكم هالمسلسلات الرويق هذايا فمش حاجه به يا اخويا والله اسبوعي ما عادش تو مازال نتفرجوا فيه عجبني عليه هو بيدو اللي عمل اسبوعي علاش ما عملش مسلسل اخر اخويا علاش ما عملش حاجه كيف نكيكه نتاع عائله ونضحكوا شيخين في العائله تو شيء يا اخويا ساعات تلقى مسلسل نتاع قبل تفرح حتى تجي نكتب شيء والله فما مسلسلات نوري نتفرج فيهم بالعاني باش نشوف قبل خير من تو شو هذا اخويا سكي يكون غبابر وهم وبلاد في الخشم وبلاد تذاع عنا شو والله ما عرفش يمكن انا تاخرت لقيت روحك في الدراما ذي ولدي انا تعبت في مخي اصلا ما نعرفش انا غلط وليت انا زعما انا غلط هربت بيا والله ساعات سالت حكيبيه جماعه تقرا انا نخدم في السبيطار وعندنا طب سالت طبيبه مره قلت لها دكتوره بربي فسر لي يا دار هذا موجود ولا انا ما خلطتش عليه ما نعرفوش نجم تقول قطي موجود نجم تقول هم يتفرجوا فيه حاجات كبار دوخوني راهو انت فلوجه تفرج فيه والله انا نحب نتفرج فيه والله العظيم يتبجني ليك نهرب اقسم بالله نهرب نهرب اصلا نهرب ما عاود خطاب على الباب يرحم وديك والله نعمل جو حاجه تاع قبل وحاجه باهي اختي العزيز علاش اليوم علاش اليوم اسبوعي والخطاب على الباب نسوى تونسي تعاود فيها وينو خويا عليه خويا يا ودي راهو عمل فينا تعيود خير يرحم وديك عاود عمل لنا مسلسل باهي هكاك خويا خنشيخ وشخنا يومينو يومين مشى اسبوعي الله يرحمه مشى نتاعنا نتاع باب جديد الله يرحمه اللي ضحك هذاك نصر الدين المختار وينهم هذوما اخويا ما عادش اللي تقولوا انت هذا الفانتازيا اللي قدم فيها سامي الفهري موجوده في الشارع موجوده في الشارع انا ما ريتش انا ما عادش انا قلت لك ما نتشك في روحي ما عادش فيه ما عادش يا هو بلغوه شيء هذاك ولا صحيح وانا تاخرت ولا ما تعبت في مخي ما عادش فيه مشي انا هربت بيا السفينه ولا ما عادش عارف شنو هي والله ولا كي تمشي للشارع تمشي للشارع وحدهم يقول لك المخدرات موجوده, موجودة يقول لك المظهر نتاع الشباب موجوده هي هي هذيك مسلسلات ودراما شي يصحن هذا هذيك دراما سامحني وجهه نظر يقول لك دراما تطبق ولا تعدي في الواقع والله العظيم ما عادش فاهم ما عادش فاهم يا هو صحيح نحن غلطين وهذا موجود ما عادش فاهم شيء يعني. انا شاهي مسلسل كيما الاسبوع شلقني شاهي في حياتي وحيدكك حتى اللي كتب يرحم وديه يرحم وديك ذكرنا مسلسل اخر ذكرنا يا ربي عاود اكتب اخويا يا اخويا انت عملت لنا حاجه خلت لنا عمرك كنا شيخين بها عاودوا لنا حاجه اخرى شوف لنا مش اسبوع يلا يرحموا شوف لنا جيب لنا شخصيه اخرى اخويا انت ما تحبش تتفرج في المسلسلات نتاع توا بما فيه خاصه مسلسلات سامي فيه الشباب منبهر بالمسلسلات هذيك خاطر يقول لك تمثل واقعنا ما نعرفش نشد ونقول له ولاه يتغشش الوليد اقسم بالله يتبلنت مع التلفزه ما عادش نجم نكلموا حد شيء عرفت هو صحيح انا غلط ما عادش نجم ما عادش فهمنا خويا ربي يهدينا على بعضنا ويحننا على بعضنا وان شاء الله يخرجنا منها الحياه هذه لا باس مع ربي وكهو هذاك شنو نقول لك وربي يفضلك اختي وربي تفرج التلفزه ما عادش تفرجوا نحن التلفزه انا ما عادش ابار درام والله لا عادش ما عادش عندك تفرج كل واحد شاف فيسبوك تقول براني كل واحد شاف في حياته اصلا في الفيسبوك ساعه ذاك هلكنا ساعه انا عيني وريت مشيت عندي عن ذر تو دخلت في النظر هكا كل يوم ويوم نقولوا نحن بنك تسمع روحك هكا ما سمعتش ديما تسمع هيت هيت هكا مشيخ مع الفيسبوك وكا هكا سارح مع حاجات نتاع البرة وكا وذاك ورب الفيسبوك في نقاط سلبيه انه يعيشك بعيد على الواقع انه يخليك تخمم في الناس الاخرين تخزر تحكم بالمظهر بما الواقع شيء الدنيا صعبه الدنيا قيبه الدنيا صعبه على عايش مسيك يعلم بيه ربي انسان كيري ولا عنده صغار يعلم بيه الرب سبحانه شبيك العبيد راني تبلانتيت راه ربي يستر وكاو الله يسترنا وكاو هذاك شنو نقول لاختي وكاو اليوم ولدك اللي عمره 14 عام تلقى صعوبات معاه في التواصل معاه انا قلت لك بابا تربي انا تربي اخرى بابا كيضرب الحلقه نتاع الباب الناس كل شدوا بلايصنا صحيح تو واش تحكي معاه اخويا وتخاف اخويا تخاف يمشي بحال الباب ويخرج لك ويمشي معاه واش عمل واش عملنا ترى ولا تقول احمد ربي انا مشيت الكوليج باش نشوف نلقى ولاد صغير كيف سيجارو هكا كبروا غزرت بنيه في يد السيجار وقلت حطت بنيه في يد السيجار وينو كان قبل شكون كان يتكيفوا صحيح ما تراهمش ما مات يتكيفوا ما تراهاش ما تراهاش باش نكذبوا ما نكذبوش كان عندنا ما كان بالسطره
تمشي تو والله تمشي الكوليج اقسم بالله تروح تقول الحمد لله تلقى ولاد صغار ولاد صغار عليه كيك وقداش منهم الوالدين باش تقول لي الوالدين الوالدين مش يخدم ولا باش يعس على ولده تو كان يفوت ربع ساعه على ولده تو عرفتوا تعملوا عرفوا يعملوا عملوا شو شفت اللي الدراما اللي ننتقدوا فيها اليوم انا مانيش متبنيتها لكن الدراما اللي ننتقدوا فيها اليوم تعدي في جزء كبير من الواقع اللي احنا مانيش متقبلينه قلت لك والله ما عادش فيها من هربت بيا ما عادش فيها ما انا غالت يا ام قلت لك مشيت كوليج باش نشوف حكايه مع ولدي نقى ولاد صغار وبنات تتكيف قدامك كنت عندنا مدام مزيخ في نجباشة كي تخرج ما شلون تدخل شعرها محلول ولا لابسه والله تردها مدام هي نثبت على التاريخ في نجباشة مدام مزيخ تخرج البنيه ترعش مديلتها محلوله ولا بلوطه في خشمه هذا شو هذا قلت لك رجعنا نحكي لي انا ما نعرفش انا هربت بيا الدنيا ما نعرفش تبدلت وقتي وقت تبدل وقت تبدل ان شاء الله ربي يخرجنا ان شاء الله ربي يرزقنا وربي سبحانه هو كرمنا بالمطر الرواح وان شاء الله نحن نحنوا على بعضنا وان شاء الله ربي يهدينا ولدك اليوم شنو تنصحه؟ شنو تقول له؟ والله يحرت عايش وليد يقرا على روحك الدنيا صعبه معناها روحك في المستوى باش تنجم تسلك امور ما تعبش تعبته انا نحبك خير مني نحكي مع كل صحبته وين وما نجمش نضرب انا كنت ضرب وخايف الضرب خايب ياسر ضرب يطلع حتى من الثقه ما عندكش في روحك من ضرب صحاب ولدينا كانوا قبل والله صعب برشا اختي العزيزه انا ما نحبش نربي تربيه هذيك نحب نصوحبه عندي كعبه فهمت ولدي هكا وربي يفضلك عايش وليدي وراه هكا الدنيا صعبه ونحبك تنجم ونحب شكون يتعدى عليك نهار ياخذ بثقافتك خاطر احنا نخدم موظفين ونعرف نتعدى تقول كان رجعني صغيطه ونقرا نهار وليل نقرا نهار وليل ما نحبش روحي فهمت كيفاش هلا غالب نحبوا ولا نتعلموا الدخان يا اخي الدخان مش يضر فهمت ولا يتعلمون حاجات اخرين اخوي مش نتعبوا نحن تو عندنا جهاد نحن الواحد يمر ساعات يحير في طرف دويق ساعات يدخل فرماسي يدور وجهه ما نجيبش ليه ولدك قداش من ساعه عادي في الشارع؟ ما يخرجش ولدي انا نترين ما باش حاصره باش حاصره حاصره شاري له بلاي ستيشن مليون ونص مش ما يلعبش في الشارع انت عندك الامكانيات باش شريت له بلاي ستيشن يتسلف غير كي والله نتسلف انا عامل ما نقول لك ندخل الدار ونقاه في الدار اما احسن ولا اخويا نقاه في الشارع ولا يطقطق ويجي عامل لك مشكل وعارك واحنا نقول نحصلوا في الدار برغم خايب انا الفكر ما لا غالب انت خدتي تحصل في الدار نحكي بصفه عامه مش نحكي ولا ولدك لكن زاد في الدار وانت ماكش تراقبوا فيه في الانترنت فاش قاعد يعمل هذاك ينجم ياثر طفله هم طفلي عنده هم طفلي على الاخر ما تخليش لا هم طفلي يتفرج كل شيء ولا نبدا عندي مرا مثقبه برشا يرحم والديك والديه تشوف تفقد كل شيء لا ما تخليش كيك انا نتفقد هم ديما نهمل خاطر نخمم كي راه فيه شيء في الشارع نقول خويا اكو في الدار خي ما نسمع عركه وراه وش مدخلني ومازلنا نتاع باش نمشي نجري ونعمل وما عنديش جهد ليا وما حكيت هذوما حتى نكمل الحياه نحن بعد حتى يفضوا مشاكله في المرشي قالوا له ربي يهدينا ولا بعضنا اختي وربي يبارك لك كلمه خير ربي حنلنا على بعضنا وان شاء الله نخرجوا لاباس منها الحياه هذه وان شاء الله ربي يسترنا وان شاء الله ربي يخفف علينا الناس كل الاخرين ربي يخفف علينا اكيد اليوم ماشي تجيب فيه من المدرسه ولدك؟ لا حتى امه تهز وتجيب انا نخدم والمراه ما تخدمش عادي قاسمين لا غالب انا لاهي باش حكيت الحكايات وياك تهز ولدها وتو كبر معاش حتى معناها مش بعيده تهز وتجيب اما ديما نحن كونترول ديما كونترول مش نعملوا شيء يخوف عشان تفوق فيه اختي العزيزه شيء يخوف راهو شيء ربي يسترنا وكا وان شاء الله شكرا عاش اختي ربي يبارك لي عايش كرا.